ربي. كان شرح يصير؟ لا. يعني فهو دونها في المعنى, يعني دون يزيل ينجيني في المعنى أصل رف, لكن كمعنى إلى رف مناك التاتي نسيب كدوغ كلكو معنى إلى نصب دجاب وصف قانا وصف قالوا كسيما زيد حسن وجهه, زيد حسن وجهه نخص لوسط الوسط ويسمى زيد حسن, زيد حسن واضح لتحقونا ضمينك برقية ويسمى كما نيم زيما دوما نقوم بجمعنا كما هي ني أبلغ لكم سيدبونا شمتما أجمع على أنه لا ينسب المفعول بهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الصنيف وأجمعوا ونظن نحو ومي كسانيكا ووتي نافاتكيانا قوامبا لا ينصب المفعول به مطلقا قوامبا إلي اسم التفضيل هي نسبيش مفعول ونظن ووتي ونحو وميافكيانا قوامبا اسم التفضيل هي نسبيش نيني مفعول به, يعني هيتاكي مفعول به واضح. ولهذا قالوا في قول تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله, إن ربك هو أعلم من, إن ربك هو أعلم من, هنا ظاهر كما نيني من مفعول سيو ظاهر نيف أعلى, إن ربك أعلم من يوم جول بكوان بسيو ظاهر مفعول نمونا نزول ووتي هوا ومسمكم اسم تفضيلي هي نسبش مفعول لو قسيما. ولهذا قالوا ونزول ولي كالكو يجيبوا يو في قول تعالى إن من ليس مفعولا بأعلم رب إيمان جيبوا كيو نظير ياكي مفعول أعلم لكن سي مفعول يعني يا أعلم وليني سي مفعول أعلم لأنه لا اسم مفعولة سيستمع فكرة صوتكم عنين اسم تفضيل هي نسبيش مفعول ولا مضاف إليه ولا سي مضاف إليه, هي من سي مفعول به ولا نيني سي مضاف إليه ونيني لأن أفعل بعض ما يضاف إليه, لأن أفعل بعض ما يضاف إليه وصوبوا إلى أفعل لبعض المضاف إليه, زيد أشجع الناس يو نزيد سكت قارتو واو إنه كيفانيا مضاف إليه قبل يولي ناي أو هنجي ناي واضح أعلم الناس وبين بعض يوليواتو نفهمينا ساسا إيمان سي مفعول به ولا سي مضاف إليه نيني فيكون تقدير وكيف يما مضاف إليه أعلم المضلين, أعلم المضلين والعياذ بالله يعني مجوز قد قال إيه ساسا إيكيو منصوب مفعول هي زكوة نو كيفاجا مضاف إليه تبقى هيمو بي هينجيها مانا يكبالي كبس تفاجا نيني أسبل هو منصوب بفعل محذوف يدور على العالم يومان نمفعول نمنصوب لكن سي أعلم إلا نصبيشة نفعل محذوف أما كوبا مجوليشة فعل إلي إلا نيني أعلم أي يعلم من يضل واو يعلم من يضل لو تقدير يعلم
قلت قدر نيني اسمه اسم تقدير واضح يا سيدي تمكتازي نيني اعلم كوني مفعول ياك واضح اسم مقدر نيني مقدر الفعل ambao kwamba imejulishwa lil a'lama ile fi li a'lam taqdiri bukan kuna fi li pale ambao kwamba imejulishwa lil a'lama kuli maneno tayo si useme tu a'lam mafuli yake saa itifaq sifu itifaq kana zoni tazama kuitafutia ndia ile itifaq nini isiyo kuna kuna kharq lil ijma' wazi no وصاب اصلا اسماء ما شيخ رينجي كما هذه اسماء تفضيل زيجه كما من زيمغو سي كتابه باب تفضيل هذا يعني تصحاب كيف اللفظ ياك لفظ التفضيل صح وفي بعض الاحكام ذاك يقول كده كما معنى واضح hiyo kama nini kuipa nini kuitelewaji tawjihi la i'rab kwa sababu shida kwa wapi kwa balozoni wote wamefikiana kwamba ismu tafdhili hayanasibishi mafulu bihi mbona aya hino dhahiri yake kama inasibishi mafulu bihi utafanya vipi kiangalia wazi hivyo boy hivyo sasa vipi utaibakisha ijma vile vile usivunde sio leo nini tawjihi tawjihi kama nini hapa tukadiria fiili tukadiria nini هي في في الجاني في لما يكون مجلسه يقول اعلم واضح واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق اتفاق ينزل كما نني اسم التفضيل يرفعش الضمير المستتر زيد اعلم من سعيد اعلم هو واضح افضل من سعيد افضل هو كنا ضميري بالي نيني ايمه رفايشو تقول فنواكي وتسمى ويوي زيد افضل من عمرو فيكون في افضل ضمير مستتر قاعد على زيد زيد افضل هو يعني هو زيد فكاعلم كتكون ضميري او افضل من ضميري تبرجيه له زيد المفضل طيب وهل يرفع الظاهره مطلقا او في بعض المواضع في خلاف من العرب ثم يسمى اتفاق ان اسم التفضيل يرفعش ضمير مستتر هي اتفاق سؤالها بجي يرفعش اسم ظاهر او يرفعش اسم نني ابو سي ضمير تقسم بين يرفعش طيب نسكو زوتي او قد بعض الاحيان ابو هنا خلاف بين العرب فبعضهم بس بعض يا العرب يرفعه به مطلقا يرفعش اسم الظاهر مطلقا فنواك فتقول مررت برجل افضل منه ابوه مررت برجل افضل منه ابوه مررت برجل افضل منه ابوه ابوه ده فاعل افضل اسم تفضيل نابو اسم ظاهر طيب فتخفض افضل بفتحه على انه صفه لرجل مررت في الفاعل برجل جرى مجرور سيو افضل صفه رجل سيو نعت لرجل ونعت المجرور مجرور ولم جره الفتحه نيابه الكسره لان ماذا اسم الذي ينصرف والمال لو من الصرف طيب فتقفض او فتقفض انت افضل بالفتح على صفه الرجل وترفع الاب على الفاعليه وهي لغه قليله ان لغه تشاش ابو كوبانيني يرفعش اسم ظاهر واسم تفضيل واكثرهم لا ونجي واو يوجب رفع افضل ويفني افضل نين دو خبر على انه خبر مقدم يكون خبر مقدم وابوه مبتدا مؤخر
kisha ile jumla ndio nini sifa nini ya rajul, kwa sababu jumla kija baada nakirat na kwa sifati, sio? Sasa wala mbo kwamba wairufaisha ismu dhahir kwa ismu tafdhil, ile ismu tafdhil unasibisha, kama mfano huu unasibisha uitia fatha, yani ili hali kwa majur kwa majurishwa man barul bi rajulin atla uitia fatha, kwa nini kwa majurur kwa ni sifa ya rajulin, wazi? Kisha ile abunu kwa ni fa'il ya afdal, lakini wale ambao kwa ni wengi hawafanyi hivyo, wasema afdalu wakifanya khabar muqaddam na ile abudu mubtada muakhar, wazi? Ama kimya tu. Sheikh Ali wapi? Sheikh Ali. Ararat rajul afdal. Afdal wa afdal. Afdal. كيشا منه أبوه. طيب هي لوني متفضيل، واضح بس متفضيل لأنه فايش الضمير سوزوت باتفاق الأزوان دي لأنه فايش اسم ظاهر ولا خلاف بعد رامو فايشا اسم ظاهر بيغي فاينين فاعل يا أفضل. هي قولي فايلة نيني يا أفضل. وينينا سيما لا وتسيما مررتو ندوينجي برجل أفضل وتسيما أفضل منه أبوه وتسيما أفضل هي تغى مبتدأ نينيني خبر. Ukisema afdhala itakuwa sifa ya rajul, ni sifa ya hii, sawa? Lakini wewe ukitakuzungumza zungumza hivi, kwa sababu gani? Ndio wengi Waarabu wanafanya hivi. Waaktharuhum, wengi wao yujibu rafa afdala, hupasisha kurufaisha afdal fi dhali katika mfano huo, ala anna khabar muqaddam, huifanya ili afdal nini ni khabar muqaddam, wa abuhu mubtada muakhar. Taib, sasa ukifanya afdal ni khabar na hino ni mubtada, maamuli kwa api hapa? Asema wa fa'ilu afal afdal dhamiru mustadid alali. Ukifanya hino ni khabar, basi kuna dhamira. Ukifanya ni sifa, hakuna dhamira. Hii afdala, ukitia fatha. Sio, ukifanya nini? Ni majrur. Naat ni majrur, sio? Itakuwa hakuna nini? Dhamira hapa. Faila yake ni huyo. Ukifanya afdalu, kuna dhamira hapa, huwa. Afdalu huwa. Ambapo kwa yarejea nani? Rajul. Sawa, tumejua kwamba nini ismu tafdhili kunufaisha dhahir, kuna kauli mbili, wengine warufaisha mutlaqan, wengine ahyana. Sawa, wala yarfa aktharuhum biaf'ala alism aldhahira illa fi mas'alati alkuhl, wala bo kwamba wenye kuifanya af'alu tafdhil irfaisha ismu dhahir huwa hawaifanyi hivyo isipokuwa masala ya kuhul, wala mbokobo ufanye ismu tafdhil ikarufaisha nini ismu dhahiran, sio sikar kama masala yote ni kama masala ya kuhul. Masala kuhul masala gani? Akwambia wadhabitu wadhabita masala hayo kutakuyajua, an yakuna fil kalami nafi, katika maneno yakuna nafi, baadahu ismu jins, baada yake iwe kuna ismu jins, baada nafi kuna nini ismu jins,
kisha ismu jinsi yenyewe mausufu bismi tafdhil, imesifiwa kismu tafdhil, yani ismu tafdhil, ismu tafdhil ni naati yake, yani nini ismu jins. Kisha baadahu, baada ya ismu tafdhil, kuna ismun mufaddalun alayhi, ismu mukamba imefadhilishwa juu yake, bi'tibarayni, kwa itibari mbili. Yani ismu ambao kwamba yenyewe hufadhilishwa kwa nafsi yake kwa itibari mbili. Sasa tumejua nini? Tutataka kula nafyu. Sawa? Baada ya nafyu kuna nini? Ismu jins. Baada ya ismu jins ije ismu tafdhil. Na ismu tafdhil ni naat ya nini? Ile ismu jins. Kisha baada ya ismu tafdhil ije ile ismu ambao kwamba ni mufaddal alayhi. Ile yenye kufadhilishwa, kisha hizo nyewe ifadhilishwe kwa nafsi yake kwa itibari mbili, kwa mazingatio mawili. Mfano wake za mzuri, ma nafya hiyo, sawa. Raaitu rajulan ismu jins, ma raaitu rajulan. Kisha ikaja ismu tafdhil, ikawa nini? Naati yake, sawa. Tayib, fi aynihi al kuhl, hilo nini? Ismu almufaddal ala nafsihi. Hiyo fi ainihi ni ismu na mbukuma nini? Mufaddal ala nafsihi. Minhu fi ain zaid, masala kuhu nihaya, ma raitu rajula, sikumona mtu ahsana ambao kwamba ni mzuri, fi aini katika kitu lake, alkuhul kuhuli, minhu fi aini zait. Sasa hii kuhuli hii, naam, alkuhul ndio fa'il, fa'il ya nini? Ya ahsan. Na hii kuhulu imefadhilishwa kwa nafsi yake, hii kuhulu imefadhilishwa kwa nafsi yake kwa itibari mbili, kwa itibari kuwa katika jito lake, sio ya jito la mtu, na kwa itibari katika jito la Zaid. Mimi sikuona mtu ambaye kwamba ahsana fi ainihi alkuhlu, ambaye kwamba ile iko nzuri kuhli katika jito lake, sio, kuliko katika jito la Zaid. Sasa yafadhilishwa kuhlu, sio katika jito la Zaidi, kuliko kuhul ambao kwamba ni katika jito siku la Zaidi. Tufadhili sharini sisi kuhul juu ya nini? Juu ya kuhul rabika, hiyo ndio masala tu nini, alkuhul. Na masala kuhul si lazima haya tu, ni yoyote ambao kwamba kuna nafi, baada nafi kuna nini? Ismu jins, sio, baada ismu jins ije nini? Ismu tafdhil ambao kwamba naati yake, sawa. Kisha ije baada yake mufaddal, ile ismu ambao kwamba nini, itafadhilishwa ala nafsi bi'tibarain. Mifano mengine insha Allah taletea kesho insha Allah, kuiwadih zaidi ino nini masala tu ya kuhl. Tatafuta mifano mitatu minne ile tu zaidi kufanua imlango kuhl. Wa qulu shair, hupe mifano mengine asema, ma raaitu mraan, ma raaitu
imra'an, kuna ma hiyo nafya, baadaye kuna ismu jins imra'an. Ahabba kisha kaja nini? Ismu tafdhil, ambapo kwamba na'at imra'an ilayhi albadhlu minhu ilayka ibn Sinan ma ra'aytu imra'an ahabba ilayhi albadhlu kule kutoa yo minhu ilayka ibn Sinan. Na sikuona mtu ambaye kwamba ahabba ilayhi albadhlu ni nzuri zaidi kuliko yeye kutoa, minhu kuliko kutoa, ilayka ibn Sinan, yani afadhilisha kutoa kuliko kutoa, afadhilisha kutoa kuliko nini? Kutoa ndio ile ile mfadhala ala nafsi, yani yule kutoa kwa ibn Sinan ni ahabu zaidi kuliko kutoa mtu mwingine. Na Sheikh asema wakadhalika law kana maka nafsi istifham, hapa penye nafsi law kat istifham kaqulika hal ra'aita rajulan ahsana fi 'ain al-kuhl min fi 'ain zayd aw nahyun la yakun ahad ahabb ila al-khair minhu ilayk, itakuwa vile vile, yani badila istifham ukatia nafsi au badila istifham badila istifham badila nafsi ukatia istifham au ukatia nahyu, zote sawa. Sasa dini ije nafi au shibu nafi, ambako shibu nafi hapa nini? Istifham na nahi, kisha ije ismu jins. Baada ismu jins ya dini ismu tafdhil, ambayo itakuwa naati ile ismu tafdhil, kisha ije ismu ambako mifadhilishwa mara mbili. Na tumemaliza mlango tafdhil, inshallah kesho nikumbushe ni nilete mifano mingine inshallah. Ina kama kuweka wazi zaidi masala nini ya kuhani. Allah a'lam.